في اجتماعات مكثفة بيعملها الدكتور مصطفى مدبولي اليومين دول. هو ما كانش بيعمل اجتماعات مكثفة قبل كده؟ لا كان بيعمل، بس اجتماعات كلها تتعلق بالصناعة، دعم الصادرات، الفلوس، الاقساط، الديون، المشروعات، يروح على مين. لسه مفتتح امبارح فرع البنك الناصر في العالمين، اعتقد هيبقى في بنوك تانية هتفتح هناك ايضا. لكن مثلا من ضمن الحاجات اللي لفت انتباه ان هو دكتور مصطفى مدبولي بيعمل اجتماعات كونفرنس مع الوزراء اعضاء الحكومة، فبيكلمهم من يومين على مستلزمات الانتاج، يعني عايزين نعمل قائمة لمستلزمات الانتاج اللي بتدخل في التصنيع المحلي علشان يا اما للاستهلاك المحلي او بتصدره، وان ده يبقى له اولوية. طب انا شايف ان في المقابل الحكومة تعمل ايه بقى؟ تعمل لائحة، مش قادر اقول لك الزامية، استرشادية، مفروض البنك المركزي اللي يعملها يعني او بالتشاور مع الحكومة، تتعلق بايه اللي نستورده في ترتيب الاولويات وايه اللي ما نستوردوش الفترة دي. يعني هل نستورد ادوات تجميل ولا نستورد قطع غيار سيارات معطلة البلد؟ هل نستورد إطارات سيارات ولا نستورد حاجات فنكوش، يعني فساتين غالية من باريس أو برفانات؟ هو ده حلو ليه؟ أنا مش عايز هنا أتورط في فكرة أقول لك القمح أهم من البرفانات. هو أهم، بس عايز أقول لك مثلا قطاع العطور وأدوات التجميل ما بيشتغل فيه ابن وابنك برضه، ما المحلات دي شغالة فيها أولادنا وما يعرفوش إلا الشغلانة دي من سنين برضه. يعني الواحد برضه لازم يكون رحيم، عارف القمح أهم من العربية، بس العيال الغلابة اللي بيبيعوا في معرض السيارات حالهم واقف. يعني الواحد فعلا بيبقى محتار، يعني في ترتيب أولويات اللي بضخ فيه الدولار للخارج، لكن نعمل إيه مع الناس دي؟ أتمنى من المحترم دكتور مصطفى مدبولي أن يشوف القطاعات اللي هتتأثر بقراراته فيما يتعلق بقائمة أولوية الاستيراد، بحيث لو تحتاج دعم للعمالة اللي فيها. تعالوا نروح لمهندس عماد إناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية. مساء الفل مهندس عماد. حياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. بصفتك رئيس شعبة المستوردين، يعني انتوا اللي بتستوردوا كل حاجة من الإبر للصاروخ ولا أنا غلطان؟ لا تمام. طيب شايف مع وجود أزمة محلية ودولية، لما نيجي نتكلم على أهمية ترشيد الاستيراد ورئيس الوزراء يهتم بتوفير مستلزمات الإنتاج، هل حضرتك هنا كمستورد قبل ما تبقى رئيس شعبة المستوردين ابتديت تحدد أولويات، ولا برضو سوق الاستيراد شغال على قديمه يعني أي حاجة نجيبها؟ لا، الفترة الحالية في أزمة عالمية، ده واقع، والأزمة دي بتأثر في دول العالم كلها، وإحنا مش في معزل عن العالم، وتأثيرنا أكبر من دول كتيرة تانية. مثلا دول النفط تأثيرها موجود بس إحنا التأثير أكبر. تأثيرنا الأكبر ده محتاج أولويات، غذاء، دواء، إنتاج. بس غذاء، دواء، إنتاج. الإنتاج يعني أنا لما يكون بنتج من 10-20% من استهلاكي، ده تراكم منذ عقود. كارثة. ده تراكم منذ عقود. السبب بسيط جدا، أنت لما تيجي حضرتك تنتج في الأول تكلفتك عالية، فيجي القرار يطلع ازاي؟ ده لا، ده تكلفة استيرادها اسهل، فيخليك على طول محتاج للخارج. فلابد من دعم المنتج المحلي، اولا الغذاء والدواء، ثانيا المعدة والآلة وخط الانتاج. لا يجب اطلاقا ان يكونوا خط الانتاج والمعدة والآلة، المصنع قد يصل في بعض الاحيان اللي بيعمل على هذا الخط 200 فرد و300 فرد تكون في المينا وما تخرجش، بدعوى ان انا محتاج استورد ايا كانت السلعه، كل السلعه ليها ناس بتستفيد منها، احنا مش ضد ده،
ان انا بقول الازمه بتخلق قرارات. يعني اولا فيما يتعلق بالانتاج الساده المستوردين دلوقتي اتحدد لهم، لان مش انت اللي بتحدد. لا اتحولوا اصل الساده المستوردين منذ قرار 43 2016 اتحولوا خلاص، اللي هو اترشد فيه الاستيراد بالكامل، فخلاص كله مهيأ انه يصنع. انما ممكن نستورد الصناعه الأكل. فيها ايه المشكله؟ اقول لحضرتك الصناعه الجنيه تاخده بعد 5 سنين جنيه وبعدين تكمل بقى ويورث كمصنع، انما التاجر بياخد الجنيه بعدها بجنيه خلال سنه، يعني ياخده 2 جنيه. فعشان اشده بقى للتصنيع انا محتاج دعم كتير جدا 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 وقرارات قويه جدا، لان الازمه افرزت كل بلد اولى بمنتجاتها. يعني جهاز التنفس الصناعي ما تصدرش من البلاد اللي بتعمله الا لما ماده الاكسجين لمواطنيها. فالسعر هنا مش محك، السعر والجوده مع التنافس مع كتر الانتاج وازدياده هنوصل لسعر كويس، بس ندعم الصناعه. اصبح الوقت الحالي هو الانتاج 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 بس. دولة لا تنتج دولة بتعرض نفسها للخطر. احنا سوق جاذب جدا لمنتجات العالم كلها، احنا عدد مواطنين كتير جدا ومستهلكين جدا. فانا المصنع اللي كان بيصدر لمصر وحاليا مش عارف يصدر عنده استعداد يجي مصر. الانتاج والتصنيع اللحظة دي فارقة وممكن نستفيد منها جدا 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 جدا. جميل ان انا اسمع ده من مستورد، لان الاصل ان انا كمستورد تحولنا يعني اتحولنا للتصنيع دلوقتي. انا المستورد افضل ما فيه انه عنده سوق للمنتج، ينقصه انه يصنع المنتج، اتجه على طول للتصنيع على طول، مش هيسيب سوقه. انما انا محتاج دعم، اسهل دعم وانا هقوله من خلال حضرتك، ان انا ما ينفعش معده عشان اجيبها ورقها جه في البنك يوم الخميس متاخر اقعد جمعه وسبت البنك قافل على معده، وبعدين الجمرك قافل جمعه وسبت. ما ينفع دي قرارات. معنى الجمعه والسبت دول ايه؟ هقول لحضرتك هقول بس النقطه دي. الجمعه والسبت معناهم ايه؟ 104 يوم اجازه في السنه. انت عايز نعمل زي الامارات ناخد اجازه سبت وحد زي العالم؟ لا انا في الوقت الحالي انتاج الـ 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 العنوان الانتاج، مفيش حد ينام يعني هتنام ايه؟ في مصالح وقت للاجازات، في مكاسب، في مكاسب من اللي بيصنع، بيوزع، بيكسب، بيشغل، بيوظف، كله بيتحرك في خير، يبقى هيأجز. طيب ايه؟ انما ما يجيش. انت بتتكلم على الاستيراد وتحول جزء كبير منكم الى التصنيع. من التصنيع نعم. اطارات السيارات ليه ما فكرتوش بدل استيراده تعملوا مصنع ليه؟ علشان لما بتستورد ارخص. ما انا بقول لحضرتك محتاجه بعض القرارات الجريئه. طب ما ده اللي احنا بنقوله، القرارات الجريئه. اسهل قرار حضرتك إن المنتج الخام والمستلزم للمصنع يعفى من 14% ضريبة مضافة، لأن ما خدش حاجة مضافة أصلاً، هو جاب المستلزم بيروح دافع عليه 14%، وبعدين لما أجي أستورده من بره بيدفع برضه ال 14% بس. فأنا كل اللي هعمله ده بقى في المنتج هو سعر أعلى من اللي هجيبه مستورد، فدايماً بتهد الصناعة بدعوى ان المستورد ارخص واجود. لا، لما المصنع يصنع ويبقى عنده باع ومنافسه اكتر من مصنع في نفس المنتج وعدد عماله وعدد خطوط انتاج واصبح الانتاج كبير هينزل السعر والجوده هتعلى. بس احنا مش هنصبر على ده، القرارات مش مخليه الناس توصل للمرحله دي، فعلى طول بنفتح ونقفل في المجالات دي. لا كتير جدا حاول ويقفل، لانه هيطلع حاجه سين ب 10 جنيه هي بتستورد ب 2 جنيه خلاص هيقفل معاك. فلازم الدوله يبقى هدفها الانتاج. اشكرك مهندس عماد ناوي رئيس شعبه المستوردين بالغرف التجاريه. ده مستورد بيقول لك لازم ننتج لازم نصنع، بعض المستوردين قال لك ما احنا عندنا السوق مفتوح، طيب ما نصنع لان انا مش قادر استورد. بيشير لنقطه مهمه قوي ارجوك التفت ليها، في ظل أزمة كورونا جهاز التنفس الاصطناعي لما كنت تيجي تروح تستورده
فأي دولة بتنتجه تقول لك إيه؟ لا، لما غطي المواطن بتاعي الأول. يعني وقت الأزمات مش هتلاقي حد يدي لك اللي أنت عايزه. يعني قد تصل لمرحلة إن فلوس السلعة جوه جيبك لكن مش هتعرف تجيبها. فلوس السلعة جوه جيبك. لازم نرجع لهذا الموضوع، الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. ويل لأمة تستهلك أكثر مما تنتج وتستورد أكثر مما تصنع.